كله تمام يا حاج فتحي، كل الريش والفلايت فصلناهم لوحدهم. تمام. صلى على النبي يقول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. انا عايز اعرف كل ذبيحه فيها كام ريش بالظبط، وكام عرق فليت، وكام انتركوت. عايزك تتعامل مع الذبيحه زي ما يكون قميصه فرنجي بتفصله على مزاجي. انا عاوز اعرف ايه لزوم التعب ده كله، ما احنا كنا بنبيع كل حاجه من غير ما نقطع ولا نفصل ولا نوزن. يا جدع بطل مناهده. لزوم التعب دوت ان الكيلو اللي انت بتبيعه ب 140 قرش هبيعه انا ب 2 جنيه و80 قرش، فهمت يعني ايه لزوم التعب ليه؟ نهار اسود، اسود عليك وعلى اللي جابوه. يعني معلش انت هتلاقيه ناشف شويه عني وعن محمد. هو ساعات كده يحبكها زياده عن اللزوم، بس في الاخر اخونا كبير بقى ولازم نستحمله ونسمع كلامه. انتوا ليه بتقولوا كده؟ الراجل كويس وانا ما اشتكيتش منه في حاجه. ما احنا بنقول كده عشان ما تشتكيش منه في حاجه. بالعكس انا شايفه راجل محترم وبتاع شغل. الحمد لله رب العالمين. انت تسمع كلامه بس، انت فاهم؟ هو في كلام يتسمع وكلام ما يتسمعش يا حاج؟ يا اخي مين حكم في ماله وما ظلم؟ انت تسمع كلامه خلاص، انت حاجة حاجة كمان. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج في ايه بقى؟ عايزك بس تكلموا عليا يا احمد. معلش معلش تعالى يا حاج. لو كيلو اللحمه زاد ربع جنيه حالنا هيقع. تعالى يا حاج. هو ماله ده؟ ايه المشكله يا حاج فتحي؟ اهدى بقى. انا يا احمد بهدي لابن ابنيه؟ ازاي بتقول كده؟ ده انا بزود راس المال وبزود الفلوس وبعمل كل الشغل ده عشان خاطرنا كلنا. يعني ايه يا حاج؟ لا اله الا الله، يعني بتطفش الزباين بتزود راس المال. احنا بس يا احمد سيبه يكمل. الله، وبعدين احنا متفقين مفيش حاجه هتحصل الا ما نوافق احنا الثلاثه، ولا ايه يا حاج؟ لو سمحتوا لي يا جماعه، وقبل ما الحاج فتحي يكمل كلامه، الموضوع ابسط من كده بكتير. الكلام اللي بيقوله الحاج فتحي ده هيفرق حوالي 12 13 كيلو في الذبيحه الواحده. الله يبارك فيك يا شيخ عمر. 12 13 كيلو، 12 13 كيلو دول مش هيفرقوا معاكم مع الزبائن التعبانين بتوعكم بتوع 140 قرش. انا هبيع الكيلو ب 2 جنيه 80 قرش، يعني الطقطق ايه؟ نقول لا ولا نقول امين؟ نقول امين طبعا يا حاج. نقول ايه يا احمد؟ نقول امين يا حاج. الله يبارك فيك يا عمر، انت عاجبني، انت ابن حلال. الله يبارك فيك يا حاج. خلاص، يبقى نعرف دلوقتي هنبيع لمين وفين وازاي. اسمع يا دكتور اسمع، واحمد ربنا ان الحاج فتحي جه لنا بالسلامه. طب يا اخويا الحمد لله، ربنا يخليكم لبعض. اتفضل يا حاج. المستشفيات، المستشفيات الخاصه كيلو اللحمه بيتورد لهم هناك ب 3 جنيه وربع، احنا ننزله ب 2 جنيه 80 قرش، يعني بعون الله مش هياخده غير مننا احنا. ده غير الناس العلاوي اللي بيحبوا اللحمه الطريه، اللحمه المرتاحه. يعني احنا كده ضمننا المستشفيات وضمننا الناس العلاوي، وكده كده معانا الفقراء، يعني بعون الله هنبلع السوق كله وعن طريق الفم زي الدواء يا دكتور. اه بس مش كل الدواء بيتاخد عن طريق الفم يا حاج. قصدك ايه يا احمد؟ لا ما قصديش اي حاجه، قصدي اننا نتكل على الله ونعمل اللي انت عايزه وربك يستر. يبقى على بركه الله. لا، البقى في اللي اسمه محي ده يجي هنا ويعرف ان الله حق، ويعرف لو قلت له انا نط في البحر ينط، نط في الجله ينط، ودلوقتي حالا. حاضر والله العظيم لا اجيبه دلوقتي حالا. انت كويس يا عمر، انا مبسوط منك قوي. الله يبارك فيك. دلوقتي خلاص دلوقتي. لا اله الا الله. القهوه وشاب ولبن. اه تسلم ايدك. والله ما انت قايم. الله، ما انت في مقام اخوك الكبير برضو. ما هو لازم يقوم عشان يشرب القهوه، وبعدين هو مش في مقام اخويا الكبير، ده هو بصحيح اخويا الكبير. بس اوعوا بقى تقولوا لصالح لحسن يزعل مني. ربنا ما يزعل. والله شويه القهوه جم في وقتهم، انا كنت اغفل. الواحد لما يكون عاوز ينام ولا مليون فنجان قهوه يصحوه. انا جوه لو عاوز قهوه تاني. على قولك. والله يا اخي انا لو منك لا هبلبع حاجه ولا هشرب قهوه، انا هريح ساعه ساعتين ثلاثه كده يبقى احسن لي. بلا ريح ساعتين بلا ثلاثه، انا لا هرتاح ولا هيجيني نوم غير لما اخلص مصلحه الشغل اللي في ايدي. ما هو الشغل ما بيخلصش يا حاج، وانت لازم ترتاح وتنام عشان تعرف تشتغل. سيبك بقى من سيره النوم دي يا محمد، وخلينا نركز في المصلحه وفي الشغل. ربنا يستر. بصراحه يا حاج انا مش موافق، وبيتهيألي احمد كمان مش هيوافق. لو ما وافقش يبقى ملكوش في الطيب نصيب، واعمل المصلحه دي لوحدي. يا حاج ابوس ايدك، ما تكبرش وتركب دماغك، انت بتتكلم في خساره توصل لملايين. يا عبيط، قول مكسب ملايين مش خساره. ده شهر رمضان المبارك. عارف يعني ايه شهر رمضان؟ يعني فلوس متلتله، الناس بتصرفها في الاكل وفي الشرب. ما هو مش اكل وشرب يا حاج، ده بندق وفستق وقراصيه، ويا ريتك حتى هتدي التجار البضاعه وتاخد فلوسها. لا، ده انت عايز تستنى لما يبيعوها واخر الشهر تاخد الثمن. افرض ما باعهاش يا حاج، نلبسها احنا؟ يا ابني فهمني، انت لما تروح للتجار تقول لهم اعرضوا البضاعه بتاعتي دي في مكان حلو وظاهر وبدفعوا لي الفلوس ديت اخر الموسم، هتخسر ايه؟ ده انت كانك اشتريت المكان بتاعهم ببلاش. رقك بس البضاعه دي تنزل السوق، اراهنك الناس هتقف عليها طوابير، وبعون الله هبدر لك مصر دي كلها مكسرات.
والحاجة اللي كانت الناس بس بتسمع عنها مجرد سمع هتشوفها بعينيها وهتدقها وهتدفع ثمنها. واحنا برضو بما يرضي الله هناخد هامش ربح بسيط، خلي الغلابة تاكل. عارف التجار اللي هياخدوا مننا السنة دي؟ السنة الجاية هيقفوا علينا طوابير، ساعتها بقى نبيع بالسعر اللي على مزاجنا. فهمت يا محمد ولا فهمك ازاي؟ والله يا حاج انا عن نفسي فهمت، بس برضو خايف من الخسارة. خايف يبقى ما تشتغلش الشغلانة دي، تشرب الشاي بلبن بتاعك تغسل رجليك تخش تنام. طيب خلاص يا حاج بالراحة، بس نستنى نشوف احمد هيقول ايه. انا مش هستنى حد، وبعدين انا عارف احمد هيقول ايه. هيقول ايه؟ ويفوز باللذات كل مغامر. اتفضل يا حاج فتحي. استاذ احمد مش معقول كده، انت كده بتطاردني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لك انا عندي ارتباطات كتير ومش هقدر ارد عليك دلوقتي. جرايه يا استاذه، احنا جايين نقابل السيد الوالد. بابا؟ ايوه. تاني معقوله ما بتتعلميش من اخطائك ابدا؟ انا اسفه. اتفضل. اتفضل يا حاج. او اتفضلوا، دي كان لازم تبقى اول حاجه تتقال. اتفضل. هنعمل ايه بقى يا حاج فتحي؟ الناس ما بتتعلمش من اخطائها. هو ده البني ادم. معلش بقى يا استاذ احمد، المره الجايه وانت جاي فجاه كده هبقى اتعلم من اخطائي. ان شاء الله. اتفضل يا حاج. بلاش يا استاذ دي بقى، خليها كده احمد. يا ريت تنقلنا السيد الوالد. طب ثواني، اوعى تكونوا جايين له علشان يضغط عليا اني اشتغل عندكم في المزرعه. لا ابدا مش جايين عشان كده خالص والله. اولا لان حضرتك ما تضغطش عليكي، ثانيا احنا عارفين انك شخصيه مستقله، ثالثا لو جايين علشان اي حاجه تخصك كنا هنيجي بناء على توصيه منك. رابعا يعني اكيد بتعرف تعمل شاي. نسيت اعرفك، اخويا فتحي الكبير. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. وحضرتك يا استاذ احمد تحب تشرب ايه؟ ينسون. هو بعد اذن حضرتك انا مش عايزك لا تستزيني ولا تحضريني. على فكره يا حاج فتحي، اخوك الاستاذ احمد من اقرب الناس اللي قابلتها في حياتي. الحقيقه هو برضو بيشكر فيكي. لا اله الا الله يا حاج فتحي، وهو اغرب دي اللي عرفك انها شكر، ما احتمال حاجه وحشه. الله اعلم. يا ريت شوية الشاي وبابا بصير. يا سعادة النايب، المطر لما تمطر بتغرق الناس كلها. إلا اللي فارد شمسيته يا حاج. وليه سعادتك تفرد الشمسية؟ ما تخلي الخير يعوم. وبعدين احنا قصدينك في حاجة مش عايزينك تصدينا أنا وأخويا. ها؟ مع احترامي الكامل ليكوا أنتوا الاتنين، أنا مش متعود أشارك حد ما أعرفوش. يا فندم سعادتك ما تعتبرهاش مشاركة، اعتبرها مساندة. اعتبرها اتفاق لتبادل المصلحة. احنا من مصلحتنا اننا ندخل شحنة اليميش والمكسرات دي على ورق شركة حضرتك، ومن مصلحة الشركة انها تاخد عمولتها ويضر ما دخلك شر. ما الشركات في بورسعيد ما فيش اكتر منها. سعادة الباشا، المصلحة انا نخلصها مع اي شركة في شهر، مع شركة سعادتك نخلصها في اسبوع. وما تخزنيش يعني، رمضان على الابواب يعني، مش عايزين نتلبخ ونتلخم زي فوازير رمضان والعياذ بالله. الله يحظك يا حاج. كمان يا فندم احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل لسعادتك اعتماد بكامل المبلغ، يعني مش هيتبقى علينا جنيه واحد، لا في مخاطره ولا خوف. استنى انت يا احمد، لو ال 10% مش على هواك خليهم 15%، بس هنا شرط قد كده. الله، شويه هوا انما ايه، ما تشمهمش في اي حته غير في مصر. الف انا وشايفها يا حاج. الله، مالك بتقولها من تحت الدرس ليه؟ لا العفو يا حاج، بس في الحقيقة ما عجبنيش اللي حصل مع حسين الحناوي. ان انا خليت نسبته 15% بدل 10% يعني؟ مش بس يا حاج. وما فيه تاني؟ انت خليتنا تحت درس وحجيجة. وحياتك يا احمد، وحياتك وحياة ابوك كمان، لحط لك صبعه تحت درسين يا احمد. عيب يفضل الحاج فتحي، وما انا شرطت عليه ان هو يخلص لنا ورق الشركة بعد ما تيجي الشحنة وبعد ما ياخد نسبته كمان. طب وايه علاقة الشرط ده يا حاج لاننا نبقى تحت درس ولا هو اللي يبقى تحت درس؟ هو الوقت لما ياخد نسبته ان هي ازيد من حقه بكتير هيحصل له ايه؟ هيطمع، هو بقى عايز يشاركنا باي طريقه، يعني هيطلب، ساعتها بقى احنا نشرط ونتشرط. هو ده اللي انا عايزه، هلفه كده كله على بعضه واحطه في جيب الصغير. ساعتها يا احمد يا سكر بناته يا عسليه هنبقى اعضاء في مجلس الشعب ومن غير ما ندخل الانتخابات. يعني اي مصلحه فيك يا بورسعيد او بره بورسعيد هيخلصها وعلى حس. حلو قوي يا حاج، حلو قوي. بس بصراحه انا بخاف اقرب من السلطه ورجاله السلطه، قرصتهم وحشه قوي. بالعكس يا احمد، انت تخاف لما تبعد عنه. انت طول ما انت حافظ مركزك وقرشك في جيبك
وماسك اللجام تقدر تجري وتربح زي ما انت عايز. ايوه بس ده سريع. ايه رايك يا ابو حميد؟ لا 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 لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا اخي الحيطان اللي انتوا فتحتوها ادت وسع وبراح كده، بسم الله. والعفش، اختيار العفش الصغير يحسس الواحد ان فيه وسعه. الله اكبر، ربنا يوسع عليك. الله يبارك فيك. قبل ما تعمل يا حبيبي، ويا ريت عاجبه بدريه مرات اخوك. لا بدريه، حد يسال بدريه؟ بدريه انت لو قلت لها على الاستاد هتقول لك ده حق. اه والله. مساء الخير عليكم. الست هنا، الست بدريه. يا اهلا وسهلا. انا لسه بقول لفاتح حالا، الشقه انا حاسس انها مخنوقه ضيقه، العفش كبير، معرفش، مش عارف. انت عايزه قصر؟ دي عايزه قصر. مالك مذهول ليه؟ تعيش يا اخويا، بس اللي يقدر. معلش معلش، انا قولي من ساعه ما ربنا وسع عليه وهو مضيق على الناس. جرى يا اخي؟ جرى ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا انا كنت بقول حاجه، قلت حاجه تانية واللي كنت بقوله لك يا فاكر. يلا بينا. الله، على فين العزم بالشياكه دي كلها؟ اه بسم الله ما شاء الله، عندنا بس كده مشوار شغل. ادعي لنا ربنا يكرمنا. الله يبارك لك. ماشي. حلو بجد يا بدريه. اه مع السلامة. مع السلامة. انت عارف يا احمد ان اول مره بدريه تقول لي كلمه حلوه؟ بس تعالى هنا، انت اتعلمت الكلام ده امتى وفين واللف والدوران ده؟ انت اللي مركب في بقك شخاليل. حلوه شخاليل ده صحيح. احنا بنشتغل في البيزنس، واللي بيشتغل في البيزنس لازم يبقى في لسانه شخاليل، لازم يبقى بدل عقله 100 عقل، بدل عينه 100 عين، ويبص من قفاه كمان، ولازم تبقى ودنه موسيقيه. ليه؟ عشان يعرف هيتكلم مع مين، امتى، ازاي، فين. يا ابن الجنيه، بس انت عارف اخوك غشيم، وبالنسبه لي الموضوع واضح، 1+1=2. قاعده بس مشكوك فيها بالنسبه لي. ليه؟ لان 1+1 ممكن يساوي 11. 11 ازاي يعني؟ هقول لك، تعالى